مرحبا بكم متتبعي مسلسل الأسيرة، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 380 مترجمة للعربية، وفضلا منكم لا تنسوا ولا تبخلوا علي بلايك الفيديو ومشاهدة الحلقة للنهاية. وفي بداية الحلقة تم براءة أورهون بحكم المحكمة بأنها أثبتوا أن الفيديوهات التي عرضت على المحكمة تبين أن أورهون بريء من تهمة القتل، ويقال حسب الفيديوهات التي عرضت على القاضي لم ترتكب أي جريمة، ووجد ذلك بطرف آخر وثبتوا ذلك، ونتيجة هذا نخرج كل هذا ونخرج قرار براءة أورهون. وبينما أورهون يودع زملائه في السجن كان ينظر إلى صورة هيرا، وبينما أورهون يخرج من السجن تذكر كلام هيرا عندما كانت تقول له أنك سوف تخرج غدا بعد إصدار القرار وسيكون الحكم ببراءتك، وهو كان فاقد الأمل وكان مازال يحتفظ بصورتها بداخل ملابسه. وبعدها التقى أورهون بتلك المرأة التي كانت تنتظره، التي هي كانت محاميته. وبعد ذلك اتصل أورهون بذاك الرجل الذي يبحث عن هيرا، وتفاجأت المحامية وقالت له لم أكن أعلم أنك تبحث عنها، وقال لها أريد أن أعرف أنها بخير. وفي هذه اللحظات كانت هيرا مع عائلتها الجديدة وهي سعيدة بطفلتها تلعب، وكانت الطفلة تشعر بحكة وهم يساعدونها، والطفلة تحسب الرجل أباها وتنظر إلى السماء وإلى الطائرة الورقية، وكانت تقول لها أمي انظري إليها. وكانت هيرا بعد ذلك تتخيل كلام أورهون وهو يقول لها ممكن أن نذهب للبعيد إلا إلى مكان جديد وبداية جديدة يمكننا فعلها أنا وأنت، وربما يعني كان يقصد أطفالهم. وفي هذه الأثناء كان أورهون ما زال يبحث عنها في كل مكان حتى في فرنسا، واتصلت عفيفة بتلك المحامية وتسألها هل خرجوا من السجن؟ قالت لها لقد خرجنا لا تقلقي نحن قادمون. وكانت في هذه اللحظات هيرا مع طفلتها في المنزل، وكانت صحراء تقول لهيرا أمي لقد وعدني أبي بأنه سوف يضعني فوق طائرة كبيرة. قالت لها نعم سوف يكون ذلك. ثم بعد ذلك وقالت لها وهل ممكن أن تأتي معنا؟ كانت تنظر ثم قالت لها نعم سوف آتي إلى أي مكان إذا كان ذلك يجعلك سعيدة. وفي هذه اللحظات كانت عفيفة في الشرفة تنتظر استقبال أورهون، وكان أورهون الآن في القصر وهو ينظر، وكان يتخيل هيرا أمامه تستقبله، وكانت المحامية تقول له أهلا بك في منزلك. وبعد ذلك التقت به عفيفة وقالت له انتهى وأخيرا أنت في منزلك في بيتك، انتظرت بصبر هذا اليوم كل شيء بدونك ناقصا. وقال لها هذه الأيام السيئة أصبحت من وراءنا حيث توقفنا سوف نبدأ. وقالت له عفيفة هذه السلطانة أمها كانت تعمل معنا من قبل، واتصل به أحد رجاله وبعدها ذهب. وقالت عفيفة لقد سمحت لي الفرصة لكي ألتقي مع محاميتنا الناجحة، وكانت ترحب بها لكي تتحدث معها في الصلاة. وبعدها كان أورهون يقول لذاك الرجل ألم يكن لهيرا تواصل مع الرسامة وأمره على أن يكمل البحث بدون توقف في كل مكان. وجلس أورهون ينظر إلى الخاتم في المكتب وهو يتذكر هيرا وكل لحظاتهم التي مرت، وعندما كان الخاتم ضائع وعندما وجده كانت لا تقول له هيرا إذا ذهبت أنا مثل هذا الخاتم أضيع وأذهب، وإذا حدث مثل هذا الشيء جدني مثل ما وجدته لا تسمح بضياعي هل ممكن، وهو وعدها بأن يجدها. وفي هذه اللحظات كانت الطفلة في المنزل مع هيرا في المطبخ والراديو يتكلم عن كل الأحداث، وسمعت بعدها هيرا خبر أن أورهون سيخرج، وبعدما فعلته محاميته، وكانت هيرا مصدومة وخافت وكسرت الكأس من شدة التوتر، وكانت الطفلة هي كذلك خائفة. ثم احتضنتها هيرا وقالت لها يا ابنتي لا تخافي لا يوجد هناك أي شيء. وبعدها أخيرا علم أورهون أن هيرا في اسطنبول وأعطاه العنوان، وكان سعيد جدا وكان يحاول أن يذهب في ذاك الحين، لكن الرجل قال له سيد أورهون هناك شيء آخر، السيدة هيرا تزوجت. وانصدم أورهون كثيرا. وفي هذه اللحظات كانت هيرا في الغرفة وهي تفكر ومتوترة، ودخل عليها
مارت اللي هو يكتا، وكانوا خائفين من أن يعلم أرهون، وقالت له لن يعلم شيء ولا شيء. وكانت تتخيل عندما أخبرها المحامي أنه لا يريد الطفل، وكانت تقول له وهي خائفة جدا من أن يأخذ طفلتها منها، وقال لها لا تخافي لن أسمح بذلك. وكان أرهون كذلك في هذه اللحظات في الحديقة حزين جدا، ويتخيل هيرا في الحديقة تزرع الزهور وتحضنه. ثم اتصلت به نورشا وقال لها تزوجت ولديها طفلة، لا أستطيع أن ألومها لأنني قلت لها اذهبي وعيشي حياتك، لو لم أفعل ذلك كانت ستعيش لآخر نفس، أنا أعلم ذلك وأعلم أنها مخلصة لي، وأردت أن أعلم أنها بخير ولنعيش مهما عشنا، لن ينقطع الذي بيننا، ولكن ليس هكذا الآن، لديها حياة جديدة. وكانت تقول هيرا ليس له الحق بأن يراها، لن يعلم أن لديه طفلة، سأفعل كل شيء لأجل ذلك. وقال لها لطالما خرج يجب أن نكون حذرين، وأعطاها الخاتم لكي تلبسه، وعن موضوع الطفلة وابنتنا. وكانت الطفلة تقول لهيرا أمي هل ممكن أن نلعب؟ وقالت لها هيرا حسنا يا ابنتي سوف نلعب، وخرجت. وبعد ذلك خرج كذلك يكتا، وكان يتحدث مع أحد رجاله وقال له لقد أغرقنا القارب كما طلبت، المهم مارت بيعمل بالتهريب الذهب وأشياء ممنوعة. وبعد ذلك قال له اسمعني جيدا، بعد ذلك ستكون حذرا جدا، لو حدث أي شيء عكس سوف ندخل رأسنا في مصيبة كبيرة. وأتت الطفلة لكي تلعب معه وقال لها أنا لدي شيء سوف أنهيه وآتي. المهم ذهبت هيرا لكي تلعب مع الطفلة، وكان أرهون بتلك اللحظة أمام باب المنزل ويسمع صوتها، وكان متوتر ومتردد. وبعدها عاد لكي يراها من طرف الباب، كان يراها تلعب، ثم شاهد الطفلة وهي تقول أمي. كانت هيرا خائفة جدا على ابنتها وكيف تحضنها، وكان يتألم حتى أصيب أرهون بالدوار بمشاهدته لهيرا. وكانت هيرا تريد أن تدخل الطفلة، ثم كانت الطفلة تريد اللعب بالكرة. وبعد ذلك أتت الكرة نحو قدم أرهون، وكانت تقول لها أنا سوف ألحق بها وآتي بها. وشاهدت أمامها أرهون وكانت الصدمة. وكانت المحامية تتحدث مع أختها وأخبرتها على أن أرهون أول ما خرج كان يبحث على زوجته، وقالت لها أختها على أي حال ربما يجدها، تزوجت ولديها أطفال. وكانت أختها المحامية تقول إذا كان الأمر كذلك يا أختي فقط بدأت الآن تتحدثين عن هذا الهراء مرة أخرى. وقالت لها وأنت لا تنسي الذي فعلته من أجلي حتى خرج من السجن، كيف جلبت هذه الصور؟ قالت لها أنا فقط ابتزيت كراكوت وأني ساعدني، هذا هو المعروف الذي فعلته. المهم كانت أختها تحاول أن تجعلها تتذكر ما فعلته من أجل أرهون وتفوز بقلبه. وبعدما تفاجأت هيرا برؤية أرهون، وأرهون كذلك تفاجأ برؤية هيرا، قالت له لقد خرجت، وهو قال لها لقد تزوجت. وتخيلت هيرا كيف تم الزواج واتفاقية الزواج، وهو يسألها لقد عملت في مكان مثل هذا، هل لك تجربة؟ وهي قالت له سأعمل ما بوسعي لأعمل جيدا، انظر أنا أحتاج لهذا العمل كثيرا. وهو وافق على عملها وقال لها أنت الآن سوف تعملين لدي، لقد قبلت وأنت ما أحسن من تقابلت معهم حتى الآن، حسنا قبلت أن تعملين معي. وشكرته، وعندما طلب منها هوية قالت له لن أعطي هويتي، وقال لها هل لديك مشكلة في هويتك؟ وهي قالت له لا أستطيع إعطاؤك هويتي. المهم عملت لديه بدون هوية. وبعدها كانت هيرا تعمل، لكن كان هناك أحد الرجال يضايقها وهي تقاوم. بعدها أوقعها بالقوة، كان يحاول أن يعتدي عليها، وأتى يكتا وكان يدافع عنها. وبعدها حملها إلى المستشفى، وعندها علم بأنها حامل، وكان يقول لها لماذا أنت حامل ولم تخبرينني بذلك؟
ولهذا أخفيت هويتك. إذا من أبو هذا الطفل؟ لم تستطعين القول، لهذا أخفيت الأمر. وكان يسألها من، وبعدها أتى بها للمنزل وكان يعتني بها وكان يحاول معها بأن تخبره، وقال لها لست مجبور، وقال لها لو أحد غيري سوف يفعل نفس الشيء، لن أفعل. أنا رأيت أنت تتمسكين بالحياة لأجل طفلتك وهذا شيء غالي، أنت شجاعة. قالت لها إنه كل شيء بالنسبة لي، وقال لها مهما فعلت سيبقى شيء ناقص. أنا أعلم، أعلم هذا، ولكن عرضي ما زال مستمر لك. اتركني أكون أباها، سيكون زواج على ورق فقط. ألا تريدي أن تحميها عندما تكبر؟ سوف تسأل عن أين أباها. كان يحاول إقناعها بالزواج منه، والقرار قال لها في الآخر لك. وعادت من خيالها وقالت له لقد سمعت الشيء الصحيح، لقد تزوجت. وقال لها فقط أردت أن أرى. ثم بعدها أتت الطفلة وكانت تنادي إليها وكانت خائفة وكانت تحاول أن تخفيها بالأرهون، وأتى بعد ذلك يكتا وكان ينظر إليه وقال لهم هل يوجد شيء؟ قالت له لا يوجد أي شيء، وحمل الطفلة وأخذها وذهب وكان يلمس هيرا كأن من خصرها كأنها زوجة حقيقية وأسرة سعيدة. وكان أورهون في تلك اللحظات كان مثل النكرة. كان أورهون يتألم كثيرا ويتخيل كيف التقى بها لأول مرة وكيف رآها وكيف ذهبت مع عائلتها وهو أصبح وحيد بدون عائلة. ومر الوقت، وفي هذه اللحظات كانت هيرا متوترة جدا، وكانت الطفلة تسأل وقالت لها أمي من كان ذلك العم؟ كانت هيرا سوف تخبرها بشيء، ثم أخذ منها الكلام يكتا وقال لها لا أحد ولن يأتي إلى هنا مرة أخرى، وأرسلها لكي تأتي باللعاب. وكان يسأل هيرا لماذا أتى؟ قالت له لا أعرف. وسألها هل علم بشيء بخصوص الطفلة؟ قالت له لا، لم يعلم شيء. وكان يحاول أن يوصيها بأن تكون حذرة. وفي هذه الأثناء كان أورهون في الساحل وهو يتذكر هيرا، وعندما كانوا معا يتحدثون وأنهم لن يفترقوا أبدا، وتذكر كيف كانت هيرا مع عائلتها، وكان ينظر إلى الخاتم وكان يحاول رميه في البحر ثم تراجع عن ذلك. وفي هذه اللحظات بينما يكتا يلعب مع الطفلة كانت هيرا تفكر في أورهون، وكانت الطفلة تسأل عن اللعب، وكان هو يتحدث معها وينظر إلى هيرا. وبعدها صرخ على الطفلة بصوت عالي وثم التفتت إليه هيرا، وبعد ذلك كان يحاول أن يهدأ معها ويتكلم معها بهدوء. وبعدها أتاه اتصال وذهب من جانبهم. وعاد أورهون إلى القصر في حالة سيئة جدا، وكانت عفيفة تقول له سوف نحيي حفل ومن تريد سوف ندعوه، ثم قال لها أنا لن أشارك، ودخل وتركها. وكان قلق جدا، متوتر جدا، وغاضب جدا، ويفكر في كلامه لهيرا عندما قال لها اذهبي وعيشي حياتك. وبعد ذلك كان يكسر وكان غاضب جدا. وأتت المحامية في تلك اللحظة وسمعت التكسير ودخلت إلى الغرفة، وكان أورهون في حالة سيئة جدا وكان يقول كل هذا بسببي. وفي هذه اللحظات كانت هيرا كذلك تفكر، وكانت حزينة جدا وتبكي، ونظرت إليها الطفلة صحراء وقالت لها أمي لماذا تبكين؟ واحتضنتها وكانت حزينة جدا. فإذا بكيتي سوف أبكي أنا أيضا، كانت تقول لها هيرا لن تبكي أبدا يا ابنتي، لن تبكي أنت أبدا. وكان مارت ينظر ويراقب من بعيد وكان يقول من أجلي لا تحزن، سوف أفعل كل ما يتطلب الأمر. وكانت المحامية تحاول أن تتحدث مع أورهون وتخبره على أنه على أنهم يحتاجون توقيعه بخصوص الشركة، وعلى أن عفيفة تعبت كثيرا بخصوص الحفل وسوف ينتظرونه، ولكن أورهون كان في عالم آخر. ثم ذهبت وتركته. وبعدها عادوا من الحفل وكانوا يتحدثون. كانت أخت كوريشا أو كريشنا، ما بعرف شو اسمها بالحقيقة. المهم كانت تقول لها الجو كان سعيد جدا وجميل جدا في الحفل، ولكن شخص واحد الذي هو متعلقة به الحفل كان جامد جدا. قالت لها ماذا عليه أن يفعل يا أختي؟ لقد خرج للتو من السجن ووجد زوجته السابقة متزوجة ولديها أطفال. قالت لها آه كم أنت دائما تفكرين هكذا ببراءة. قالت لها أختي لا تبدأين من جديد. ثم كانت أختها الكبرى تحاول معها بأن تفوز بقلب أورهون، ولكن أختها المحامية كانت ما زالت لا تبالي بكلمات أختها رغم أنها تحب أورهون.
وبعدها كانت هيرا تتخيل لقاء أورهون بعد مرور 5 سنوات أو 6 سنوات، وهو قال لها تزوجتي، وهي قالت له خرجت. المهم بعد ذلك أتى إليها يكتا وقال لها أردت أن أراك فقط، لا تنسي ما قلناه في البداية. قالت له نعم أعلم، وقال لها ليلة سعيدة. وفي هذه الأثناء عاد أورهون داخل القصر، وهو كان يتخيل هيرا أمامه وكيف تهتم به وكيف تضع له الماء وكيف تفتح الستائر للنافذة. كان يراها في كل مكان في الغرفة مبتهجة بوجودها، لكنها ليست موجودة والغرفة مظلمة. وكان يتخيل وهي تقول له الحفلة كانت جميلة وكل عيون النساء كانت عليك، وهو كان يقول لها وأنا، وكان ينظر إليها عندما كانت أمام النافذة وكان يقول لها أنت دائما تجملين الأماكن، أنا رجل محظوظ جدا. قالت له أنا المحظوظة بالأصل، لا ترى أحد غيرك. المهم ظل يتذكر أورهون كأن هيرا معه حتى الصباح وهو مستيقظ. ثم بعدها ذهب إلى عفيفة وكان يسألها عن الصور. قالت له لقد خبأت كل الصور وكل الحاجيات في صندوق بعد 6 سنوات. وقال لها أنا ذاهب سأسافر. قالت له من الجيد أن تسافر، ولكن أين سوف تذهب وكم سوف تبقى في هذه الرحلة؟ قال لها سوف تستمر طالما استغرق الوقت. قالت له أنا انتظرتك لسنوات لأن تخرج من السجن والآن أنتظرك حين تعود. وكانت هيرا تنظر إلى الباب حين التقت بأورهون لأول مرة، وبعدها أتى يكتا وقال لها هيا لكي نذهب. قالت له لا أريد أن أذهب. قال لها لا تعاندي، يجب أن نذهب. المهم خرجت هي وهو إلى مطعم، وكان أورهون بنفس المطعم مع المحامية وكان يتحدث معها بخصوص بأن تأخذ أجرتها، وقال لها هذا هو الشيك سوف تضعين عليه الرقم الذي تريدينه. كانت تعارض. المهم بعد ذلك وضعت المبلغ الذي تريده. وفي هذه الأثناء أتت هيرا مع يكتا وكانت قلقة بشأن طفلتها. قال لها لا تقلقي إنها معها ميتة. المهم دخلوا إلى المطعم وكان أورهون ينظر إلى هيرا وهي كذلك متفاجئة. بعد ذلك جلست بطاولة بجانبه وكان ينظر إليها وهي كذلك. وأتى بعد ذلك يكتا وكان يقول لها دعينا نذهب إلى طاولة أخرى. قالت له كل الطاولات محجوزين. ثم جلس وكان يتحدث معها وقال لها على أن شركائه مشبوهون. المهم كان يقول لها على أنه هناك مشكل. وبعد ذلك قال لها حسنا لا نفكر بهذا الشيء. وبعد ذلك ذهبت المحامية إلى الحمام وذهب كذلك يكتا يتكلم في اتصال، وظلت هيرا وأورهون وحدهم وكان يشم رائحته. وبعدها قال لها أنا ذاهب من هنا، لن أعود مرة أخرى، أنا ذاهب بعيدا. ثم قالت له أنت أساسا ذهبت وأنت في عداد المفقودين. وكان أورهون مصدوم من كلامها. ثم بعد ذلك كانت تحاول أن تذهب وكانت حقيبتها خلف أورهون، وبعدها أمسك بها وأتت المحامية وكانت تنظر إليهم وهم قريبين جدا وهم ينظرون إلى بعضهم بإعجاب. وبعد ذلك كان مارت يحاول بأن يفعل شيء من أجل ألا يجدونه المافيا. وبعدها أتى وقال لها هيا علينا أن نذهب بسرعة. كانت تسأله ماذا هناك، ثم قال لها هيا يجب أن نذهب على وجه السرعة إلى المطار. المهم كانت تحاول أن تستفسر ماذا هناك هيرا، ثم قال لها يجب أن نسرع. وأتوا الرجال وكانوا يحاولون أن يأخذون يكتا، وبعدها أخذ المسدس وكان يحاول أن يبعدهم وضرب الرصاصة في السماء. وكانت خائفة جدا. وخرج أورهون وكانوا بعد ذلك يحاولون أخذ هيرا، وأتى أورهون وأنقذها. وكانت تسأل فقط على طفلتها، كانت تقول له يجب أن نذهب إلى المنزل من أجل طفلتي، وأخذها معها إلى المنزل. كانت تبحث عنها ولم تجدها، وبعد ذلك وجدتها هناك. كان يتقاتل مع أحد الرجال وكانت سعيدة جدا أنها وجدتها، وكانت تقول الحمد لله. وبعد ذلك كان ذاك الرجل يحاول أن يصوب السلاح نحو هيرا والطفلة صحراء. وكانت هذه هي نهاية الحلقة. فضلا منكم لا تنسوا تشجيعي بلايك وشكرا.